استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت الذي يقوم بزيارة للبلاد. ونقل معاليه إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي وكلفه بنقل تحياته وتمنياته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة ولشعب الكويتي الشقيق بدوام التطور والازدهار. وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على دعمها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، مشيدا بالدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في تطوير العلاقات البحرينية الكويتية وبمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه شقيقتها مملكة البحرين ومساعيها الخيرة في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك. وأكد جلالته على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في مملكة البحرين ودولة الكويت لا سيما في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة بما يعزز ويدعم علاقاتهما الأخوية ويخدم مصالحهما المتبادلة. ومن جهته أعرب معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكدا اعتزازه بجهود جلالته في ترسيخ علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين وتوثيق الصلات الراسخة بين شعبيهما الشقيقين.